تعد مهارة تلخيص ورقة بحثية من أهم المهارات الأكاديمية التي تسهم في تعزيز قدرات الطالب أو الباحث على فهم وتحليل النصوص العلمية بشكل منهجي. إن التلخيص الجيد لا يقتصر فقط على إعادة صياغة المحتوى بطريقة مختصرة، بل يتطلب القدرة على استخراج الأفكار الرئيسية والنقاط الأساسية من النص، مع الحفاظ على الدقة والأمانة العلمية. من خلال إتقان هذه المهارة يمكن للباحث توفير الوقت والجهد وتكوين رؤى واضحة حول الموضوعات المختلفة، مما يساعده على توظيف المعلومات بشكل فعال في أبحاثه ودراساته المستقبلية. من أهم ما يساعد على تلخيص ورقة بحثية التالي: قراءة الورقة البحثية بعناية لفهم محتواها وهدفها العام والمنهج المستخدم والنتائج التي تم تحقيقها. ابدأ في تقليل عدد الكلمات وتلخيص الفقرات والجمل بشكل موجز. حاول استخدام العبارات القصيرة والواضحة، وتجنب الجمل المعقدة والمصطلحات الخاصة قدر الإمكان. قم بتنظيم الملخص بشكل هرمي حسب الأقسام الرئيسية للورقة البحثية، مثل المقدمة والأسلوب المنهجي والنتائج والاستنتاجات. قم بتلخيص كل قسم واحد تلو الآخر بشكل موجز. تأكد من أن تلخيصك يعكس الحقائق والنتائج التي تم الوصول إليها في الورقة البحثية. تجنب إدخال أفكار جديدة أو تحليلات شخصية في الملخص. بعد الانتهاء من تلخيص الورقة البحثية، قم بمراجعتها بعناية للتحقق من الدقة والانسجام والوضوح. تأكد من عدم ترك أي معلومات مهمة أو تفاصيل رئيسية. حاول تحديد الأفكار والمفاهيم الرئيسية التي يركز عليها الباحثون في الورقة البحثية. قم بتلخيص هذه الأفكار بشكل موجز وواضح. حاول استخدام جمل قصيرة ومباشرة في الملخص، هذا يساعد على إيصال الأفكار بشكل سريع ومفهوم. قم بتسليط الضوء على النتائج الرئيسية التي تم الوصول إليها في الورقة البحثية. حاول تلخيصها بشكل واضح وبإشارة إلى الأرقام والإحصائيات إن كان ذلك مناسبا. حاول تجنب تكرار الأفكار أو الجمل في الملخص، احرص على تلخيص كل نقطة مرة واحدة فقط. كما هو الحال في أي مهارة أخرى، يتطلب تلخيص الأوراق البحثية الكثير من الممارسة والتدريب. قم بتلخيص أوراق بحثية باستمرار، واطلب تعليقات من زملائك أو متخصصين، وذلك لتحسين قدراتك الكتابية. قم بمراجعة ما كتبت للتأكد من توفير معلومات كافية ودقيقة دون إضافة تفاصيل غير ضرورية. ختاما، تطوير مهارة التلخيص يتطلب تدريبا مستمرا وممارسة منتظمة، مع الالتزام بالقواعد العلمية والأخلاق في التعامل مع النصوص الأكاديمية، وبذلك يصبح الباحث أكثر قدرة على الإسهام في المجتمع العلمي بشكل أكثر كفاءة وفعالية.